راح يكون إلى فائدة أنه يبعد العراق أو يجعل للعراق خيارات أخرى بدل انزواءه في زاوية يعني المنشأة المؤسسة الغربية اللي عانى منها العراق كثيرا من خلال فرض الحصار ومن خلال ما بعد الحصار وبعد 2003 إذ لا تزال يعني فرضون كثير من التحديدات على العراق للاستفادة المباشرة من أمواله وتسييرها بالاتجاه المناسب لخدمة اقتصاده وتطوير يعني البلد وسد حاجة المواطنين. فالعراق يستفيد من خلال بمشاركة هاي الأعضاء واللي يعني للأسف احنا افتقدناها الاستفادة من المنظمات الدولية بعد 2003 بشكل كبير جدا، وهذا يعود لأسباب هسه ما نريد نتناقش بيها، بس ضروري أن العراق يعد عدة جيدة من الخبراء والاختصاصيين اللي يجيدون أيضا عمليات التواصل وفق المنظور العالمي الحديث باستخدام التكنولوجيا ومكوناتها من أجل أن يخلق فرص، أما فرص استثمارية يستقطبها إلى داخل البلد للتنمية أو فرص استثمارية هو يستثمر بها بالخارج من أجل أن تكون عائدات دخل قومي إضافي للعراق في حالة تعثر النفط لأي سبب كان. يعني العراق إلى اليوم إذن دكتور شنو اللي يمنع العراق من الانضمام؟ إذا المصدر شنو اللي يمنع العراق من الانضمام إذا نتحدث عن كل هذه المزايا؟ لا، في بلد ينتج 4 مليون خلينا نقول بالمعدل يوميا، لكن انضمام بهاي المؤسسات راح يطور حتى مؤسسات المالية. جيد دكتور، نتمنى أنه شوية بالعراق يصير الانفتاح والخروج من الهرمية والخروج من العمودية في البناء الدولة.